شعوره كتير ممتاز الحمد لله. هو شعوره كويس انه اول نهار جبتهم لهون، انه مثلا فتحنا لهم اول ما فتحنا لهم انه هيك شفتهم هيك عم بيطيروا. اول شيء استغربت، بعدين لقيتها هيك شغله عاديه، يعني شغله حلوه. العالم استغربت طبعا انه انا مره مثلا عم بشتغل بالمناحل، انه استغربت انت كيف عم بتقربي عليهم، كيف هيك انه مثلا كيف عم تفتحي عليهم، ما بتخافي، ما بيأذوكي، ما بيأذوا اولادك؟ لا لا الحمد لله، لقيت شغله حلوه كثير، يعني انه انا عم تابع بهالمشروع، انه عم بتعلم بالمشروع والحمد لله، يعني انه منيح. فمشروع النحل الحقيقة أعطاهم فرصة كبيرة للنساء، لأنهم يعبروا عن يعني عن شعورهم وأنهم يشتغلوا، يعني حتى لو كان المشروع مثلا كنا مثلا قبل مثلا أنه معروف أنه هذا المشروع رجالي، لا حتى النساء عم تشتغل فيه، وعم نلاحظ أنه النساء عم ينجحوا مثلهم مثل الرجال وحتى بنسبة أكبر كمان. العام عم بروح انا معاه، يعني انه بفتخر بحالي انه انا رايحه معه، انه البس البدله انزل هيك ساعده اتصور معه، انه مثلا هيك شوف النحل هيك كيف منظره، يعني هيك يعني كثير حلو.